السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العراق، وبإمكانكم مشاهدينا الكرام المشاركة معنا من خلال أرقام هواتفنا التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم، أو من خلال الرقم المخصص للواتس أب الذي يمكنكم من إرسال رسائلكم النصية والتي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. نبدأ مشاهدينا الكرام من الفقرة الأولى، فقرة المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي. وجه ناشطون عراقيون دعوات للخروج بتظاهرات للمطالبة بتعديل سلم الرواتب وإنصاف شريحة الموظفين من أصحاب الرواتب المتدنية ومساواتهم بباقي الموظفين. وتأتي هذه الدعوات في ظل غلاء الأسعار وصعوبة المعيشة التي تشهدها البلاد بسبب السياسات الحكومية التي يصفها العراقيون بأنها فاشلة ولا ترتقي إلى مستوى المتطلبات المعيشية للمواطن. دعونا نشاهد. أخوان، لا يخفى على الكثير رواتب متدنية، رواتب الضعيفة لبعض الوزارات، الصحة، الماي، المجاري، البلدية، البلديات، هاي الدوائر رواتبها ما تكفي. يعني الموظف القديم راتبه ما يكفي، الموظف الجديد اللي راتبه 170 دينار مثلا او 180 دينار هو ايجاره 250 دينار، لا محصل قطعه ارض حتى يقعد بيها، لا الدوله مهتمه بيه، لا مهتمه بحقوقه. فاخوان انتم طالبتونا بموقف، نسقنا للمحافظات وباكر يوم الجمعه عندنا موقف موحد، انا باكر طالع اطالب حقي، راتب ما يكفي ولا محصل قطعه ارض، ومطين حال البقيه الموظفين، لا راتب يسد معيشه كريمه. يعني ما اعرف شنو الهدف من هاي الخطه، ما جايبته. المهم اخوان، بالنسبه لبقيه المحافظات باكر ويانا يعني كلها المطالبين بسلم راتب، سلم راتب لازم ينقر. يعني لا تتصورون الموضوع سهل، يحتاج له مثل ما سوينا بالتثبيت، لكن يحتاج انه احنا نكون على قدر المسؤوليه، انه انا مو بس احكي بالفيس، اكون رجل صاحب كلمه، ارفض الظلم اللي جاي يوقع عليه. 170 شلون تعيش حاله؟ دول ايش بيهم؟ شو يردون يسوون بالناس؟ فيا اخوان احنا باكر طالعين نرفض الظلم. بما انه احنا موظفين على ملاك دائم، وجمعه وسبت ما لنا ساعات اضافيه. فباكر انا طالب حقي. نكمل مشاهدينا الكرام مع هذا الموضوع وننتقل إلى مقطع آخر، حيث خرجت تظاهرات في محافظة واسط للمطالبة بتعديل سلم الرواتب. لنشاهد. نستمر مشاهدينا الكرام مع نفس الملف في مقطع آخر، حيث خرجت مسيرة احتجاجية في شوارع محافظة كربلاء للمطالبة بإقرار قانون سلم الرواتب الجديد، ودعونا نتابع بعضا من هذه التظاهرات.
نتابع الآن مشاهدينا الكرام بعض التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع. أحمد يقول: شعارنا لن ولم نشارك انتخابات مجالس المحافظات إلا بالتصويت وتطبيق سلم الرواتب. سيد حيدر يقول: المنطيهن 170 لابو المولدة، للكهرباء، للمي، للمريض، للعيشة، للكراوي، لكراوي السيارات، المن. تعليق من حسن التميمي يقول: تعديل سلم الرواتب الجديد مطلبنا. وتعليق من الخيكاني يقول: الحكومة تعاند، لم تقر سلم الرواتب. هذه جزء من التعليقات مشاهدينا الكرام التي وردت بشأن هذه المقاطع. لننتقل بكم الآن إلى الموضوع الثاني لدينا في هذه الحلقة. التهم حريق محلات تجارية داخل مجمع ضمن شارع العطار في منطقة الكرادة في العاصمة بغداد. دعونا نشاهد لحظات نشوب هذا الحريق. مستمرون مع هذا الحريق مشاهدينا الكرام لأن له أسباب وله كذلك يعني منفذون. إذ انتشر على منصات التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لكاميرا مراقبة بشأن الحريق الذي عرضناه قبل قليل والذي اندلع داخل مجمع تجاري في منطقة الكرادة. بحسب ما رصدته كاميرا المراقبة فإن الحريق يبدو متعمدا وبفعل فاعل، وأن عجلة تابعة للقوات الأمنية بحسب شهود عيان أخلت المجرمة من مسرح الحادث، ما يجعلها شريكا متورطا في اندلاع هذا الحريق كما يقول ناشطون. لنشاهد. بس نكمل على التصوير. ما لا شيء ضاوي كان خاطر هاي بيده تدبه قاعد اجيكم بيده دبه اصبر يا ابو اصبر يا اصبر يا تاجر اصبر شيء شوف الشرطة هذا ورا هذا جاي يعني صار على ماكو ولا واحد بس الشرطة جا وراه ما اعرف كل شيء شوف بس شوية راح يطلع الدورية واقفة ليش؟ رجعت. شو قبل الدورية؟ شو؟ ما شفتوها؟ ما شفتوها؟ بدت ما شفتوها. الدورية اجت والنار مشتعلة، ليش ما طفت؟ ما انتبهت. وقفت. وقفت ساعة اليوم واحد. وقفت بركي. ايش؟ قبل ما قعد ودي. نبقى مع ملف الحرائق في العراق مشاهدينا الكرام. اندلع حريق آخر داخل مخزن للسيراميك في شارع معمل نسيج الكوت في محافظة واسط. لنشاهد. مشاهدينا الكرام مستمرون مع ملف الحرائق في العراق، ونشب حريق كبير داخل مستشفى الفيحاء التعليمي في محافظة البصرة. دعونا نشاهد هذه اللقطات. لك يا الله حريق في مستشفى الفيحاء حاليا، يا رب كون بردا وسلاما على المرضى بحق محمد وآل محمد، يا رب سترك يا الله، يا رب سترك بحق محمد وآل محمد. مستشفى الفيحاء العام، مستشفى الفيحاء، مستشفى الفيحاء التعليمي، يا رب سترك بحق محمد وآل محمد، سترك يا رب، يا رب سترك بحق محمد وآل محمد، يا رب سترك. ترى ما الذي قاله العراقيون الذين تفاعلوا مع هذه المقاطع في مواقع التواصل الاجتماعي؟ ناصر الطائي يقول: ما نطى الإتاوة المتعارف عليها. هكذا يتحدث ناصر بشأن الحرائق التي تجري الآن وتحدث بشكل متسارع. أبو حسين الخفاجي يقول: هذا يدل على أن أكثر الحرائق مفتعلة.
تعليق من علي آل سلمان يقول: معروفين أهل الحرائق قبل بلشوا بالمستشفيات. وضمن التعليقات من صلاح العبيدي يقول: الحكومة الموقرة تعلم بكل ما يدور في البلد من رشاوي وإتاوات والتحايل على الفقراء، كل شيء تعرفه على ما يدور بالبلاد. هكذا يرى البعض من العراقيين ممن جئناكم برأيهم في هذا الموضوع وبشأن هذه المقاطع. معنا الآن اتصال، معنا السيد أبو زينب من النجف. تفضل يا أبو زينب، حياك الله. الله يساعدك. الله يسلمك، كل الهلا. طبعا هاي مسلسل الحرائق يعني من 2003 إلى الآن. نعم أبو زينب، برأيك هذه الحرائق التي تحدث بشكل كبير في مناطق مختلفة من العراق، يعني هي حالات عامة لو هي تكون بفعل فاعل؟ يعني أقصد هي أمور طبيعية تحدث هذه الحرائق؟ أبو زينب يبدو فقدنا الاتصال ويا سيد أبو زينب. طيب معنا السيد أبو عمر من الناصرية، تفضل يا أبو عمر. السلام عليكم عم محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وياك أبو عمر التشرين من الناصرية. حياك الله. دون الله يحييك. طبعا بالنسبة ولا واحد يسمع اليوم برنامجكم على الحرائق وعلى الشغلات هاي، بس أنا عندي موضوع أرجع أسولف أرتحش على الموازنة. نعم. هاي الموازنة جاي يلعبون في الشعب العراقي. نعم. زين احنا ما نعرف يا أم الحكومة يا المستولى على الموازنة، زين المن يردونها؟ المن يطونها؟ يا دولة. زين المن يطونها؟ يا دولة الإيران يطونها، يعني إيران لهم حصة بالموازنة. زين لو يطوين للكراد، يعني الكراد بالنسبة للكراد هم نفوط، يعني وهم يردون بس فلوس. أبو عمر، ترى نسبة الأكراد من الموازنة هي شيء بسيط مقارنة بالإجمالي، إجمالي الموازنة. يعني الأكراد إيش قد يأخذون؟ 20%، 16%، 12%، هذه نسب مقارنة بالنسبة الكلية للموازنة تذهب إلى جيوب حكومة بغداد بأحزابها. هذه الموازنة وهي الأموال اللي دا تقر على أساس أن هي موجودة في الخزينة العامة للدولة، دا تلمس منها حضرتك أنت المواطن شيء إيجابي؟ لا والله ما ألمس منها شيء إيجابي. كل شيء ماكو. قالوا لا هاي إلهم، يعني جاي يقرونها إلهم، يعني إلهم اللي يجيبهم. يعني هم قاعدين ومعروفين، هم معروفين هذول الأحزاب معروفة طبعاً. زين والله العظيم، زين حتى هذا ابو ايران اجى اليوم ببغداد. قال ولا لا. يعني احنا ما ندري يعني شنو احنا اسلام كميه موازنه، يعني كم موازنه قبروها؟ اين هي؟ نعم. اين سووا؟ يعني عندهم، يعني سووا من قروها، سووا مشاريع، سووا في شو المشاريع كلها متلكه؟ نعم. قال ولا يضحون على عقول الشعب العراقي. يعني حتى الله ما يقبلها. عمتهم نمشي، يعني من يجيبكم جاي تطلونها. يعني حصة النفوط، اين حصة النفوط للمواطن العراقي؟ نعم. أرجع سألك عمي محمد، اين حصة النفوط للمواطن العراقي؟ خلي يجاوبوني هم. يعني احنا ما عندنا حصة، يعني احنا بلد خيرات. يعني برأيك ابو عمر، هم يسمعون إلى المواطن اللي دا يصرخ ويناشد ويطالب؟ يسمعون إلى هذه الأصوات اللي تتعالى تطالب بحقوقها؟ يعني هم قاعدين الآن يتصارعون، صار لهم من بداية السنة هاي 6 أشهر من عمر هذا العام والموازنة لغاية الآن هم قاعدين يأجلون ويماطلون. هم يشعرون بمعاناة المواطن وبحاجته إلى مشاريع حقيقية، بحاجته إلى الكهرباء، بحاجته إلى مياه، ينظرون إلى هاي الأمور؟ تهمهم أصلاً هاي المناشدات؟ طبعا هاي المناشدات الشعب العراقي جاي يناشد، وكل شيء يعرفون عن محمد. نعم. كل شيء يعرفون وجاي يسمعون وجاي يشوفون.
جيل ولا بس هم يعني يعني متغذين بهالشيء هذا، متغذين هم جايين ذولا جايين يخربون البلاد، ما يعرفون البلاد. نعم ذولا مو اهلها يعني ذولا مو اهلها. انا اشكرك سيد ابو عمر من الناصريه. يعاود الاتصال بنا السيد ابو زينب من النجف مره ثانيه. تفضل يا ابو زينب حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. زين احنا هاي الولاده العسيره جدا ولحد الان ما ساقوا عليها. كل ساقه فرنا ابو شراويه الكردي وضايف له ماده ومرجع له ماده وحاط له عرقاله وهاي النوبه اثناء الجسم اضافه بعض الفقرات اللي اساسا ما كانت موجوده وهي صرف مبالغ للجامعات الأهلية اللي تمنح شهادات الماجستير والدكتوراه. وهذا مخالف للقانون ومخالف للدستور. زين انه جايبين مال الهاتف النقال هذا ما موجود، كله ما موجود بالموازنة. برأيك هم يعترفون بالقانون والدستور يا أبو زينب؟ لا هو ما يعترفون، هذه مجرد يعني ضحكة كبرى على الشعب العراقي. نعم لأن هم أساساً أهم نقطة مخالفيها بالقانون والدستور في الانتخابات أن يكون أي مرشح من الرئاسات الثلاث إلى أصغر من درعام ما يصير مزدوج الجنسية، وهم كلهم مزدوجي الجنسية. هاي أول فقرة يقول وما بني على باطل كله يكون باطلاً. زين يقول لك المرشح إذا كان هو عراقي وجنسيته عراقية وأبوه عراقي وجنسيته عراقية وأمه أجنبية وحاطيه بين قوسين من دولة عربية أو أي دولة أخرى لا يحق له الترشيح. ودولة كلهم هم وهذا. زين بعدين تجي يعني الشغلات قالوا اختصار الجسمة النفقات يطلع لك مثلا 500 مليار نفقات رئاسة الوزراء كانت ما يكثفوها ويختصروها انه بسوك ياها تريليون ونص. يضحكون على الناس عمي. يعني ايضا ضمنوا بنود بالموازنة تخصيص مبلغ 100 مليار دينار عراقي للبصرة عاصمة العراق الاقتصادية، و 170 مليار لمدينة سامرة عاصمة العراق الإسلامية، وبابل 100 مليار دينار ايضا عاصمه العراق التاريخيه. يعني هم دا يشوفون حال هاي المدن اللي دا يتكلمون عنها، يعني حال البصره ولا حال سامراء او بابل التاريخيه، ايش بقى من تاريخ العراق في هذه المحافظات؟ بابل التاريخيه وين حتروح هاي الفلوس؟ وين حتروح هاي بابل التاريخيه؟ تقول عليها عباره عن تلال من الاوساخ. انا رايح جاي لبغداد امر بيها والله العظيم يعني تبكيك. نعم اوسخ مدينه بالعالم. يا بابل التاريخيه يا حضاره يا صاموجي. زين اكو ما قلت لك انا سبق في لقاء سابق او مكالمه سابقه. اي شيء يخص او يفيد اي شريحه من شرائح الشعب العراقي عرقلوها باي وسيله. ابسط شيء يعني مثلا الخمسينات الستينات اللي بقى منهم قليل جدا ما اضافه الخدمه العسكريه في فتره الثمانينات اللي تعد فتره حركات انه بشكل مضاعف. يا بدو بيقول يقول لك لا لما تطلع تقاعد. زين طلعت تقاعد قلت تطوني يقول لك 10% من الراتب الاسمي. قلت له يعني انا راتبي 600 الاسمي. يعني جت تعطوني يقول 660. قلت له مع غلاء المعيشة وارتفاع سقف الدولار وانخفاض سقف الدينار واحنا قاعدين بالإيجار. طيب ها نعم أنا أشكرك سيد أبو زينب. نعم شكرا جزيلا لحضرتك للمشاركة. لا تزال هذه الأحزاب تتصارع فيما بينها ولا تزال تعقد تحالفات واتفاقات من أجل تقسيم الكعكة كما وصفتها حنان الفتلاوي، تقسيم الكعكة ما بين زعماء هذه الأحزاب، ما بين زعماء هذه الميليشيات، وما بين المسؤولين الموجودين الذين يتبوؤون مناصب وزارية وحكومية بشكل عام. والمواطن العراقي ينظر إلى هذه الجلسات التي تعقد وإلى هذه الموازنة نظر فقط لأنه لا يستفيد منها أي شيء. طيب الآن ننتقل مشاهدينا الكرام إلى موضوع آخر لدينا في هذه الحلقة.
طبعا أظهر مقطع مصور طوابير طويلة من المركبات تقف أمام محطات تعبئة الوقود في محافظة البصرة بسبب نقص البنزين. دعونا نشاهد. حاليا المحطة لارسا هذا الازدحام هي الوحيدة اللي عندها بنزين حاليا بالبصرة، بقية المحطات كلها ما بيها، وإن شاء الله اعتصام المصافي باقي الحين تحقيق المطالب ورفع الضرائب. هاي شوف العركة صارت على البنزين، هاي بوكسيات صارت هناك، شوف هناك هاي تعارك هذا على مود البنزين، فهم يردونها توصل هيك بين الناس. شوف هذا هاي تتهدد على هذا على مود البنزين، هاي نسخة منه للحكومة المحلية. نبقى مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام. أفادت رابطة محطات الوقود في محافظة البصرة أن أزمة تجهيز وقود السيارات تضرب المحافظة بسبب اعتصام موظفي شركتين للإنتاج والتوزيع النفطي. وقال رئيس الرابطة فلاح الحمداني أن نحو 80% من محطات الوقود في البصرة أغلقت أبوابها بسبب عدم تجهيزها من قبل شركتي مصافي الجنوب وتوزيع المنتجات النفطية بالكميات المطلوبة والمخصصة يوميا لها، مشيرا إلى أن الجهات الحكومية في المحافظة تقف عاجزة عن حل هذه الأزمة بسبب إصرار الموظفين المضربين في الشركتين على تنفيذ مطالبهم المتمثلة بإلغاء الضرائب المفروضة على أسعار النفط الخام وفقا لبنود الموازنة. دعونا نشاهد مقطعا آخر بشأن أزمة البنزين في البصرة والذي أدى إلى توقف تزويد المحطات بالوقود. حاليا الازدحام في باجي خانه قضاء الدير الحكوميه. شوف الازدحام، شوف الازدحام، حتى شارع بغداد راح ينقطع. يعني الحالات الانسانيه، الحالات اللي تصير ما تلحق. يعني شوف محافظه البصره من خير هاي النفط، رئيس وزراء، مستمرون مع نفس الموضوع مشاهدينا الكرام، وننتقل إلى مقطع آخر. إذ تشهد محافظة البصرة كما قلنا أزمة وقود كبيرة بعد نفادي جميع المحطات من مادة البنزين، مما فاقم من معاناة المواطن في ظل التخبط الحكومي المستمر والتجاهل لهذه الأزمات. لنشاهد. طبعا هاي أزمة وقود في محافظة البصرة، طبعا هاي عاشر محطة وقود اتجه عليها، جبتها من ساحة السعيد، فريت البصرة كلها محطاتها متوقفة، والسبب ما أعرف شنو، فارضين ضرائب على المصفى، مصفى الشعيبة، والأخير راح يتضرر المواطن. المواطن كل شيء يصير، اختلاف سياسي، اختلاف اي شيء يصير، راح يتحمله المواطن. هاي المحطة العاشرة. وشنو السبب؟ السبب واضح. ضرائب متخذين على المصفى الشعيبة، ومسوين اضراب الموظفين، وممتنعين سواقة الصاريج بالتحميل. نستمر مع ملف أزمة الوقود في محافظة البصرة، إذ وثق ناشط من محافظة البصرة أو تحدث عن أسباب أزمة الوقود في المحافظة وانقطاع مادة البنزين عن محطات التعبئة في محافظة البصرة. لنستمع. أتجول بالبصرة بمركز المدينة ولا محطة مال بنزين مفتوحة من الساعة 10 بالليل، وهسه الساعة 11 وصلت للجبيلة، الجازينة لبنان، للجزائر، وبقية المحطات مغلقة بالكامل. يقال اكو قرارات للأخوة والسادة مجلس النواب الممثلين عنا اللي نصنا ما انتخبناهم حقيقة، وشلون صعدوا ما ادري، يقولون يردون يصوتون على فرض ضرائب على شركات المصافي، ما ادري شركات الجنوب، ما اعرف، تردون تفرضون ضرائب حتى لتر البنزين يصير بألف. اي مو انتم مطين حقوق هذا الشعب البصري والعراقي، احنا نصفي وننتج ونوزع، وتجون حضرة جنابكم تقعدون على الكراسي بالتبريد عيني وتصوتون. فاذا انتم نواب وانفرضتوا علينا
وممثلين لهذا الشعب، فأنصحكم لا تصوتون على هذا القرار ولا تختبرون صبرنا. قسما بالله الدولار لا زال مرتفع، وكل إنجاز ووقفة ما عندكم. مواد غذائية وتجارة ماكو، حياة معدمة، حكومة خدمية ماكو اللي وعدنا بيها دولة رئيس الوزراء. ترى قسما بالله ظل على شعره كافي. كل شيء لا توصلون الدخل المواطن، ترى من توصلون الدخل يطلع. ما معقولة تلعبون بمقدراتنا وبحياتنا. بنزين ماكو هزة، تردون تفرضون ضرائب وتسوي اللتر بألف دينار، وأنا أنتج يومية 4.5 مليون. لا عز قد مستخرين أنتم، يومية 4 مليون برميل نفط ونص أنا أنتج بالبصرة وتغلي علي. نتابع بعض التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع مشاهدينا الكرام. علي الساعدي يقول: المحطات كلها أهلية وبكيفهم، لو أكو محطات حكومية ونظام وترتيب ما يصير هيك بالشعب، بلد صعب العيش فيها. طالب العراقي يقول: الدولة هي من تفتعل الأزمات. علي الجابري يقول: شغل مدروس حتى العالم تلتهي وتحتار بالمعيشة. وتعليق من حسين يقول: دولة تريد أن تدهور الثروة والاقتصاد العراقي بأي وسيلة، شغلهم خراب البلاد والعباد، عملاء مع الأسف والناس نيام. نستمع إلى رأي السيد أبو عبد الله من صلاح الدين، تفضل يا أبو عبد الله حياك الله. السلام عليكم سادة العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله. سادة العزيز، طلعت هسه لقطة مال هاي الحرائق، شخص يعلق حرق بالله. نعم، حرق محلات في منطقة الكرادة. محلات. هذا شخص، خلينا نقول الشخص يتحمل ذنبه هو. أنا قاعد أحكي وياك اليوم، أنا اليوم بالعشرة ونص وخمسة، فوق العشرة ونص وخمسة جتي قوات التكتيكي ما صلاح الدين اللي يقودها عميد صائد. طيب. حرقت لي زرع محصود شايل الزرع، بس عندي فيه منظومة رش. نعم. منظومة الرش سعرها 26 مليون. نعم. احترقت بالكامل. من تروح تشتكي يقول لك والله طالعين بواجب. قلت له زين، من لحظة طالعين لحظة بواجب. ليش حرقوا لك اياها؟ والله هيش ناس دايحة حيشاك، ناس مستهترة. يعني ايش قد خسارتك بالمحصول المحصود؟ المحصول انا شايله، بس ظلت البوار البلاستيك ما كان منظومه الري ما مال البلاستيك. نعم نعم. ب 26 مليون خسارتك. من تروح الضابط يقول لي اكو ضابط تريش، يقول لي هم طالعين بواجب. قلت له زين، طلعوا بواجب ولقوا راعي يسرح، يعني يضربون من بعيد يقولون هذا داعشي. قلت له وين اكو هيك حكي؟ يعني بس لحظة، هو واجبهم كان شنو؟ إلقاء القبض على شخص مثلا؟ لا هيش، على أساس يمشطون نهر ديسة ماكو. شنو التخريب هذا؟ هم ذولا مو واجبهم المفروض حماية ممتلكات العالم وأرواحهم؟ لا يا عمي، لا يا ممتلكات عالم، هم شلون يجي يأذونه؟ مو أسيادهم بإيران حيقولوا لهم هاي دمروها، هاي المنطقة دمروا هيش، دمروا كذا، دمروا كذا. يعني مو نوبة ونوكين على برنامجهم الطيب. عاد اقول لك يا حبيبي، خلي تعوفنا هاي الدوله بحالنا، خلي تعوف الفقير بحاله، الكاسب خلي تعوفه بحاله. هو جاي يحارب الكاسب، يحارب الفلاح، يحارب يعني. هذا من الطفتيش تقبات اليمن القاضي، القاضي ايش راح يكتب؟ انا مدري لحد الان القاضي للحد ايش يكتب، ما ادري. يعني ابو عبد الله، اذا كان حاميها حراميها وحاميها مخربها وحاميها قاتلها، لعد منو اللي حيحمي العراقيين؟ منو يحميهم؟ العراقيين ما حد يحميهم، بس الله يحميهم. اريد من اول ندعي من الله، الله يخلص من هاي الناس الشرذمه، الناس الدايحه. يعني انت عميد تمشي ويا 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 المنتسبين مالاتك، يقول لك ما يخالف. شنو اللي ما يخالف؟ مال ابوك. واذا عميد انت، نعم. يعني مو احنا من نحكي نوبات، اكو الواحد من ضيم قلبه، مع احترامات لقناتكم، تقول ما نقبل تجاوز. يمو هاي مو يخليك، مو بس تجاوز، يخليك تطلع من يعني شيك ملابسك تطلع مطلق. اني هذا العدد احكي وياك اني ومسؤول عند كلامي. وخلي يجي اي واحد، يجي محمد الشاعر السوداني، يجي محافظ، يجي غيره، يم مال شنو؟ يعني انت جاي تمشط شاطي، ايش عليك بالزرع البرا؟ خلينا نقول الجل البرا، بقايه الحصاد البرا. ومن تحكي وياه يجيك وين ماكو دايح حيشاك، لابسه الدرع لابسه الخوذه، ويقول لك اني امثل القانون. يا قانون هذا نعلة الله على وجهك وعلى وجه القانون هذا اللي تقول فيه. انا اشكرك سيد ابو عبد الله، اشكر حضرتك للمشاركه. معذور انت، معذور انت وغيرك
من اللي تضرروا ويتضررون يوميا من هذه السلطة الحاكمة بأدواتها القمعية، إن كانت ميليشيات إن كانت أجهزة حكومية، ما عاد فرق، يعني ما عاد تفرق هي من اللي يحمل السلاح، كلهم تابعين للدولة، كلهم يقولون احنا تابعين للدولة، كلهم جزء من هاي المنظومة الحاكمة. والخراب والدمار يعم على العراقيين، وما كل يوقف بوجه هذه الميليشيات وبوجه هؤلاء الذين يتجاوزون من القوات الأمنية ويستغلون السلطة ويستغلون القانون ويستغلون أن الدولة موفرت لهم الحصانة من المحاسبة، ويخربون ممتلكات العالم ويعتدون على الناس ويؤذون الأنفس قبل الأموال. يعني ناس ما لها أي ذنب أنه يخسر 26 مليون دينار عراقي بتعبه وبشقاء حصل عليها، راحت هباء منثورة، وما حد يقدر يجيب له حقه، لأنه من منو تجيب حقك؟ منو أصلا اللي موجود اليوم في العراق اللي يستطيع إعادة الحقوق إلى أصحابها؟ أبو علي من الديوانية، تفضل يا أبو علي، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبيبي الكريم، الدولة أي قرار تفضي هي ما تتنفذ. ثانيا ناخذ تجربة من جارحة كارانة. نعم. جارحة كان 50% من الجنوب أصابتهم المجاعة. نعم. الدولة شذبت عليهم، كهرباء مجانا، ماء مجانا، نقعد ببيوتكم، هاي عرفناها كذب. قالت أنا الرواتب ما عليكم تسجيل سلة بشهرين. كذبت تجي المصارف، لا ماكم شغلة بحق الدولة، كذب. نعم. جيبوا فلوس. يعني شنو اللي بالدولة هو الثقة؟ شنو اللي بالدولة الثقة؟ لأن جارحة كورونا والعالم كله مصاب، وإحنا ندفع ضرائب، وخمسين بالمئة جاعت خصية الديوانية، جاعت 50%، ترى أغلب الناس بالديوانية مصرفها يومي من ربطها بالبيوت، جاعت الناس، يعني جاعت، أقول لك جاعت، يعني تعرف جاعت فارقام للطلب للعالم. هذه الواحد الدولة غطت النظر، مؤسساتها اللي تنطق هي عندهم تقولهم نفذوا مؤسسات الدولة، ترى بالديوانية عندنا حاليا فقر. ليه فقر؟ لأن أنتم ما تراجعون على الدوائركم، المواطن يروح يراجع لين دوائركم كلها. 20 سنة، 20 سنة حكومهم يتحدثون، 20 سنة يتحدثون عن منجزات، يطلع نور المالكي بالتلفزيون اللي مر العراق بأسوأ حقبة في تاريخه عبر العصور في فترة نور المالكي، يقول لك أنا قدمت منجزات وحزب الدعوة قدم الكثير للعراق، يعني وكل واحد منهم يجي يستلم المنصب يقول احنا قدمنا منجزات ورا ما يخلص ولايته. طيب وين المنجزات؟ يعني شنو هي المنجزات اللي موجودة حتى الناس تقولهم يابا شكرا جزيلا بارك الله بكم؟ حبيبي صحيح أطلبوا الجزات وسوى الرجال، بس لما سوى الحزب الدعوة القراء الحزبة ما شمل الباقي الشعب، ما شمل بيها حزب الدعوة، صار مدير كهرباء، مدير ماي، مدير مؤسسة اللي سدول التيرمو الحزب البعت نفسيته، راح حزب البعت يجي حزب الدعوة، طاغوت يكافع طاغوت. الجنوب لا، الجنوب الله وكيلك قل تسمع الحكومة، الجنوب راح يجوع ويطور ثورة عد الله خبرها، لأن لا ما يعدنا وضرائبكم زادت علينا وعمل قل عدنا أمانها غير الله. وبالنهاية بالنهاية يا أبو عمر، بالنهاية يا أبو علي، بالنهاية حتحصلون، نعم بالنهاية راح تحصلون شيء من الموازنة هاي اللي دي تعاركون عليها صار لهم أشهر. حكومته يقول المالك بالشقة 14، احنا مالنا بالشقة 14، مالنا بالموازنة، احنا كل شيء ما عندنا. الله وكيلك العباس كبيرك شداب الحكومة، الجنوب بالأخص الديوانية 80% لا تحفاي فقر، الله وكيلك وتعرف الدواء، تعرف الحكومة ناس فقرة ومستغياء الفقرة، بس أنا أقول لكم إذا جاعت ونقتني ما من ميدي ما يوقف عند راسكم راس، ترى على كل شيء ما عدنا، لا عدنا ملاك فتكم ولا هاي الطريق دي جاشاتنا. شكرا أبو علي. نعم أنا أشكر حضرتك للمشاركة سيد أبو علي من مدينة الديوانية. لدينا رسالة من أحد المشاركين عبر الواتساب يقول السلام عليكم أستاذ محمد، تحية لك ولكادر قناة الرافدين جميعا. يقول أخي محمد لا تزال البيضة لم تخرج من الدجاجة والولادة عسيرة، وأقصد بذلك موازنة مجلس الخراب العراقي وموازنة العراق التي بلغت أكثر من 145 مليار دولار. أخي أمس جاء قاآني القذر إلى بغداد
واستلم حصتهم من الموازنة قبل إقرارها، ورؤساء الكتل الفاسدة يتشاورون فيما بينهم عن حصة كل منهم. أما الشعب فقد تم إدراج رفع أسعار البنزين والغاز، ورصيد الموبايل عاد إلى سعره السابق، ورسوم على سفر العراقيين خارج العراق، وليس فيها أي شيء يخص زيادة رواتب المتقاعدين والموظفين أو تعيين الخريجين وتثبيت الأجور والعقود والمحاضرين المجانيين. الخلاصة موازنة للبرلمانيين والحكومة والأحزاب الفاسدة. فألف مبروك يا شعب يا نائم، مع تحيات يا أخي محمد أبو محمد من النرويج. هذه كانت رسالة السيد أبو محمد من النرويج، شكرا جزيلا لك للمشاركة. نكمل مشاهدينا الكرام ما لدينا من مواضيع في هذه الحلقة، ونصل إلى ملف الخدمات والمياه في العراق. وثق مواطن عراقي تلوث مياه الإسالة في حي الإمام الصادق بمدينة الديوانية مركز محافظة القادسية، لنشاهد. تخيلوا هذه مياه تصل إلى منازل المواطنين في محافظة القادسية، هذه النوعية من المياه. ننتقل إلى مقطع آخر ضمن ملف الخدمات مشاهدينا الكرام، ومن القادسية إلى بغداد، حيث اشتكى مواطنون من غياب الدور الرقابي من قبل دائرة بلدية الشعلة وانعدام الخدمات في المنطقة وعدم محاسبة المتجاوزين، لنشاهد. بلدية الشعلة بدت الشارع، شوف عم رجعنا على البيارة، ماكو مي بمنجم، والله ماكو. عمي بالناشد، احنا بلدية الشارع منطقة منجم، لا مي عندنا، مي يجي بيه ريحة خايس. العالم رجعت على البيارة، الأرصفة كلها ماخذينها العالم. مستمرون ضمن نفس الموضوع مشاهدينا الكرام، بانتقال إلى مقطع آخر، حيث ناشد أهالي منطقة الدسيم في بغداد في بيان لهم، ناشدوا الجهات المختصة من أجل توفير الخدمات، ولوحوا بالتصعيد في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، لنستمع. بعد المناشدة الأولى نوجه المناشدة الثانية إلى السيد رئيس الوزراء المحترم، والسيد محافظ بغداد المحترم، والسيد أمين بغداد المحترم، بتنفيذ مطالبنا المشروعة. أولا، إرجاع منطقة الدسيم إداريا إلى بلدية الصدر الثنين من قضاء الزوراء، لكون منطقة الدسيم أقرب جغرافيا إلى مدينة الصدر. ثانيا، نطالب بشمول منطقة الدسيم كافة بخدمات كاملة، مثال مجاري، مد أنابيب ماء إلى المناطق التي يوجد فيها شحة للمياه، كذلك تبليط كامل منطقة الدسيم بدون أي استثناء. ملاحظة، لنا موعد للنزول إلى الشارع للمطالبة بحقوقنا كاملة، ومن الله التوفيق. فنوصل رسالة، وهذه الرسالة لابد أن تصل إلى من يهمه الأمر، بأن نقول لهم بأن هذه الجلسة الثانية من أجل الاستجابة لهذه المطالب المشروعة التي كفلها الدستور، وإن لم نجد استجابة من الأخوة المعنيين بهذا الأمر سوف يكون لنا نزول إلى الشارع من أجل المطالبة بهذه الحقوق. استمر مشاهدينا الكرام ضمن نفس الملف، انتشر في منصات التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر حدوث خسف كبير في أحد شوارع منطقة زيونة في العاصمة بغداد، الأمر الذي يكشف فساد تنفيذ المشاريع الخدمية بالإضافة إلى عدم صيانة البنى التحتية المتهالكة، لنشاهد. في
في البقاء ضمن نفس الملف مشاهدينا الكرام وضمن ملفات الفساد في تنفيذ المشاريع الخدمية، وثق أحد المواطنين من محافظة ذي قار سوء تعبيد الطريق الرابط بين مجمع تينا وجسر الحضارات في مدينة الناصرية. لنشاهد. يا الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مثل ما عودناكم نكشف فشل مشاريع محافظة ذي قار، واللي صدعه رؤوسنا به هذا شارع مجمع تينا، هذا اللي صار له 10 أيام نتبلغ. تعالوا شوفوا مادة التبييض الأسفلتية اللي جايبة لكم، شوفوا صار له 10 أيام، حتى خاف يقولون هي هندسيا 7 أيام المادة تتماسك، وهذا صار له 10 أيام. تعالوا شوفوا، أدري ما أعرف شنو مادة، شلون نسوي حكومة المحلية، خلي شوف الرأي العام. شوف يعني هسه هاي مادة، هاي تراب، هاي مو مادة مطبقية، طين هذا، الله وكيلكم طين. ما أعرف هيك يا حكومة المحلية النايمة المطبلين مشاع سودان. ها هذا مشاريعك شوفها، وهاي الإنسان اللي وصلوها لك بقار بقار، وهاي المدير أحمد الشرفاء. شوف حتى خابط هاي ماما، شوف مسؤولين فاشل نايمين، حكومة المحلية المتابعة المعاون الفني محافظة بقار، هاي مادة شوفوها، هاي مادة طين الله وكيلكم. حتى خاف تقولون اعداء النجاح، وين اعداء النجاح؟ شوف تعال تعال عندي، تعال شوف الرين، شوف 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 شوف. نتابع التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع مشاهدينا الكرام. أبو رائد يقول: هذا نتيجة الفساد والعمل بلا ضمير. تعليق من أمور يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، وإلى متى ينتهي هذا الغش والاحتيال؟ طارق يقول: خمط صارت الناصرية، عين مال للفاسدين، وماكو أي مراقب أو سلطة تحاسبهم. وطالب يقول: أكيد هذه الشركة تابعة لأحد الأحزاب. معنا الآن السيد أبو عبد الله من الموصل، تفضل يا أبو عبد الله. ألو، السلام عليكم أخي العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله. أخي العزيز، قسما بالله العظيم، كهرباء ماكو، احنا هنا من محافظة الموصل، شمال محافظة الموصل ناحية ربيعة، يومية الموازنة ناس تعبانة قسما بالله العزيز. نعم. وناس اموره تعبانه، يعني يوميا الموازنه يعني اخر وقت متى يعني حددون الموازنه؟ يعني والله فضحنا بين الدول قسما. واذا قرروها راح تستفيد شيء؟ يا اذا قرروا شلون ما نستفاد شيء؟ نستفاد وتتحسن امورنا ان شاء الله. شلون تصير احسن؟ شلون ممكن نعرف الطريقه؟ اخي اول شيء ان شاء الله راح تنفتح، يعني تصعد الرواتب مال المواطنين، التربيه اللي يعني ابو عبد الله هاي امنياتك لو هاي وقائع موجوده؟ لا اخ العزيز، اكو شيء يعني موعدين على الفروقات، واحنا هاي صار لنا تقريبا اكثر من اشهر قاعد ننتظر الفروقات لحد هسه ماكو. صار لهم ايش قد يوعدون بالعراقيين يا ابو عبد الله؟ والله يوعدون يعني اكثر من اشهر، يعني لا 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 يا اشهر يا اشهر، لحظه، صار لهم 20 سنه يوعدوك انه تجيك الكهرباء، ويوعدوك انه يجيك المي، صار لهم كم سنه يوعدون اهل الموصل بتعمير مدنهم؟ يعني والله قسما بالله اخي العزيز، صار لهم يعني سنين، والله ناس تعبت. انا تعال حكيك الصراحه، انا اداوم عسكري، ما اقول لك بفلان المكان، تدري اريد اهاجر، اهاجر من العراق، اطلع اروح لالمانيا. يعني والله شوف ابو عبد الله، طبعا انا اشكر حضرتك للمشاركه واعتذر منك لضيق الوقت. نعم، شكرا جزيلا. نعم، اعتذر للغايه، يعني الوقت شارف على الانتهاء، لكن الفكره وصلت. وباختصار شديد، 20 سنه يوعدون بالعراقيين، تتوقع اللي وعد واخلف 20 سنه راح يصدق وياك بكم شهر؟ عموما سريعا، لدينا رساله من احد المشاركين يقول: السلام عليكم، إذا قاني جاي ياخذ الموازنة خلي ياخذ وياه كل الحكومة والميليشيات ويخلصونا منهم حتى تنكنس أرض العراق من زفرتهم. دعونا ننتقل مشاهدينا الكرام الآن إلى فقرة الهاشتاج. تفاعل مغردون على منصة تويتر مع مناشدات طلبت المجموعة الطبية المطالبة بإلغاء قرار شرط النجاح بالامتحان النظري، والذي يهدد مستقبل وجهد الطلبة خلال السنة الدراسية نتيجة لتخبط القرارات من قبل وزارة التعليم. نتابع بعض التغريدات. سجاد يقول: طلبة المجموعة الطبية بكافة صنوفها يناشدون وزير التعليم بإلغاء شرط النجاح في الامتحان التقويمي أسوة بالعام الماضي. تغريدة من علي يقول: جميع دول العالم وفي المجالات الطبية يتم التركيز في الجانب العلمي
إلا العراق، فاليوم طلبت المجموعات الطبية تم ظلمهم في الامتحانات، فيلغى جهد سنة كاملة من جميع الطلبة لسعيه السنوي، أو من جمع الطالب لسعيه السنوي، ويلغى امتحانه العلمي، ويرهن نجاحه بعبور عتبة النجاح في الامتحان النظري. الزهراء تقول: يا وزير التعليم، غير مسؤولين، أو نحن غير مسؤولين عن سوء التخطيط في الجامعات، نحن غير مسؤولين عن تضخم الأعداد في المجموعات الطبية، لا تظلمونا بقرارات تحطم مستقبلنا. ونور تقول أو يقول: وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نرجو موافقتك على قرار إلغاء شرط النجاح، لأنه قرار مجحف وظالم بحق الطلبة، وسوف يؤدي إلى تدمير مستقبل الطلبة، بسبب أن ما جمعه الطالب من سعي وغيره لم ينفعه، وتحدد مصيره أو يحدد مصيره بامتحان تقويمي واحد. كانت هذه جزءا من التغريدات مشاهدينا الكرام التي وردت بشأن هذا الموضوع، وبهذا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.